طبعا كثرت في الآونة الأخيرة الأقوال عن علامات الساعة، وأن الكثير من هذه العلامات بدأ يظهر، إنه الزلازل كثرت فهذه علامات الساعة، غضب الله يظهر علامات الساعة، كل فترة يظهر يعني أحد الدعاة، هذه علامة من علامات الساعة. لكن انتظروا ظهور دخان كثيف جدا 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 سيغطي الكرة الأرضية بالكامل ويضع كل الإنسانية على الإطلاق في عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أحبائنا في حلقة جديدة نبدأ فيها إن شاء الله بتفسير جديد وحديث وإن شاء الله متميز إلى سورة الواقعة، ونعطي فكرة مبدئية سريعة عن سؤال يردنا كثيرا عن علامات الساعة. سورة الواقعة هامة جدا، والكثيرين يقرؤونها كل ليلة بعد صلاة العشاء سورة الواقعة، لكن لابد من إيضاح أمور جدا هامة بسورة الواقعة. طبعا يعني ليس مديحا وليس كذا، سوف نعطي المرة الأولى أن هنالك الكثير من الآيات بسورة الواقعة لم يتم إيضاحها للناس مثل ما سوف نوضحها إن شاء الله في هذه الحلقة. نتحدث سريعا عن علامات الساعة. طبعا كثرت في الآونة الأخيرة الأقوال عن علامات الساعة، وأن الكثير من هذه العلامات بدأ يظهر، إنه الزلازل كثرت فهذه علامات الساعة، غضب الله يظهر علامات الساعة، كل فترة يظهر يعني أحد الدعاة، هذه علامة من علامات الساعة. أيها الناس، أيها الأحبة، مهلا مهلا رويدا، علامات الساعة يعني بين هلالين، بكير عليها. قبل ظهور الدخان الذي سيعم الكرة الأرضية لا يجوز التحدث عن ما يسمى علامات الساعة، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن علامات الساعة قبل ظهور الدخان الكثيف الذي سيغطي الكرة الأرضية. طبعا عندنا سورة تسمى سورة الدخان، لا أحد يركز عليها على الإطلاق، مع أن هذا الحدث هو الأهم حدث، من بعده سوف تتغير الأحداث وتتبدل الأمور، لكن بشرط أن يأتي في البداية الدخان الكثيف، بعد ذلك نتحدث عن علامات الساعة. لكن يستبقون الأحداث ويعطونكم أمور غير صحيحة وغير صادقة أو تنبؤات أن هذا علامات الساعة وهذا علامات الساعة وهذا علامات الساعة، يعني يحدث زلزال هذا علامات الساعة، يحدث ظاهرة مرضية يعني هذا من علامات الساعة، يحدث كذا هذا من علامات الساعة، يحدث مشكلة في بلد ما هذا من علامات الساعة. رويدا رويدا، علامات الساعة تحتاج إلى أمور عقلانية. إذن حسب سورة الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. سورة الدخان 10-11. إذن هذا الدخان سوف يقلب الموازين في الأرض رأسا على عقب. الدخان عندها يمكن أن نتحدث عن العلامات الأخرى، لكن انتظروا ظهور دخان كثيف جدا 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 سيغطي الكرة الأرضية بالكامل ويضع كل الإنسانية على الإطلاق في عذاب أليم. تصور الدخان الخانق سيدخل على غرف النوم بالشوارع، هذا الدخان الكثيف سوف يعطل كل الأجهزة وكل المواصلات وكل الاتصالات والرادارات، سيعطل الحياة على الأرض بشكل كامل. يعني لا يمكن أن يعمل الرادار لا العسكري ولا المدني لحركة الطيران، ولا يمكن إقلاع الطائرات وهبوط الطائرات في هذا الدخان الكثيف، لا يمكن السير على الطرقات،
ونقل الأطعمة والخضروات والفواكه والحاجيات الناس بهذا الدخان الكثيف. لا يمكن تنظيف الشوارع بهذا الدخان الكثيف. إذن هذا عذاب أليم. إذن قال تعالى عن تعطيل كل شيء: وإذا العشار عطلت، بصورة التكوير الآية رقم 4. إذن هذا الدخان الكثيف، انتظروا بعد الدخان الكثيف نتحدث عن علامات يوم القيامة أو علامات الساعة. إذن علامات الساعة أعطينا على عجالة هذه الفكرة. لا تصدقوا كل هذه الأقوال التي تقال لكم، يعني ظهرت جائحة كورونا، هذا من علامات الساعة، ظهر كذا، هذا من علامات الساعة. كلامهم غير صحيح ومردود عليهم. انتظروا قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. بعد ذلك نتحدث عن علامات الساعة، بعد أن تتغير كل القوانين وكل الموازين في الحياة، ثم سوف ينجلي هذا الدخان وتظهر أمور أخرى متغيرة في الكرة الأرضية. أعطينا على عجالة فكرة عن علامات الساعة، أي أنه من السابق لأوانه جدا أن نتحدث الآن على علامات الساعة قبل أن يأتي الدخان الكثيف. نعود إلى صورة الواقعة. طبعا إن شاء الله سوف نعطيكم للمرة الأولى هذا التفسير، يعني لا نريد أن نتحدث عن أي أحد غيرنا، لكن أغفلوا الكثير من الأمور في الآيات في سورة الواقعة، أو يعني مروا عليها مرور الكرام ولم يركزوا عليها، مع أن هذه الآيات هي الحقيقة. على سبيل المثال قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. ولا أحد حتى الآن أوضح لكم ما هي الأزواج الثلاثة. إذن هذه الآية مروا عليها مرور الكرام وتجاهلوها. بذات الصورة أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وبذات الصورة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ولا أحد بيّن لكم ما هو الفرق بين أصحاب اليمين وبين أصحاب الميمنة. في الحلقة القادمة، والموضوع لغوي حساس جدا، سوف نوضح لكم الفرق بين أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة، أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة. طبعا هذه كلها آيات بصورة الواقعة، لكن ولا أحد لحد الآن، والتفسير بين أيديكم، يعني ابحثوا، لم ولا أحد أوضح لكم هذه الأمور التي بإذن الله تعالى سوف نوضحها لكم. إذا وقعت الواقعة، لماذا استخدم إذا ولم يستخدم إن؟ يعني إن وقعت الواقعة، فالله سبحانه وتعالى استخدم إذا ولم يستخدم إن. طبعا إذا للدليل على حتمية الوقوع، يعني إذا وقعت الواقعة فحكما سوف تقع الواقعة، لكن إن يجوز الاحتمال 50%. وأعطينا مثال: إن تبدو خيرا أو تخفوه. إذن إبداء الخير 50%، تستخدم إن. لكن إذا السماء انفطرت، أي سوف تنفطر حكما، وإذا الكواكب انتثرت، لم يقل وإن، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، حسب صورة الانفطار يستخدم كلمة إذا، يعني حتمية الوقوع. طبعا هي اسمها الواقعة، يعني أحد أسماء الساعة واليوم الآخر على الأرض، أحد أسماءه يسمى أحياناً الساعة ويسمى أحياناً الواقعة. لذلك قال وقعت الواقعة، فالواقعة هي اسم الحدث، لكن هل الحدث سوف يقع؟ لذلك قال إذا وقعت الواقعة. إذن للدليل على حتمية الوقوع الواقعة استخدم إذا ولم يستخدم إن، التي تدل على احتمال 50%. قلنا إن جاءكم فاسق بنبأ، إذن قد يأتي بنبأ وقد لا يأتي هذا الفاسق بنبأ، فاستخدم إن جاءكم فاسق بنبأ. لكن قال إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، إذا البحار فجرت، إذا القبور بعثرت، أي أن هذا الحدث واقع لا محالة. لكن لماذا استخدم وقعت؟ وقعت الواقعة، وقع يعني لحظة وقوع الفعل، أي لحظة وقوعها. لذلك ماذا قال في الآية التالية؟
إذا وقعت الواقع يعني أصبحت حقيقة مشاهدة، لذلك ليس لوقعتها كاذبة، أصبحت حقيقة واقعة، لذلك قال وقعت الواقعة. إذن لذلك ليس لوقعتها كاذبة لأنها وقعت فعلا. إذا وقعت الواقعة أصبحت مرئية، الناس عاشوا الأحداث، فكيف أنها هي كاذبة؟ لكن حاليا قبل وقوع الواقعة الكثير من الناس يكذبون، يكذبون الساعة، يكذبون. إذن يمكن تكذيب الواقعة قبل وقوعها، لكن إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. لذلك في سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع، إذن واضح؟ إذن سأل سائل بعذاب واقع، إذن هي واقعة حكما. وقلنا أن الواقعة هو أحد أسماء الساعة طبعا، ويمكن تكذيبها قبل وقوعها. قال تعالى بل كذبوا بالساعة حسب سورة الفرقان الآية 11، ولكن إذا وقعت الواقعة فإن ليس لوقعتها كاذبة فهي واقعة حتما. نرجو أن تكون الآية الأولى والثانية قد أصبحت واضحة تماما، يعني إذا وقعت الواقعة وقوعها حتمي الوقوع، ليس هنالك ولا واحد على مليار من الشك في عدم وقوعها، لذلك ليس لوقعتها كاذبة، إذن هي حقيقة فعلية. فهذه هي بلاغة القرآن الكريم، وكل من يهاجم كتاب الله أنه من تأليف بشر عليه أن ينتبه إلى هذه البلاغة، هذه الحكمة البالغة في انتقاء الكلمات حتى على مستوى إذا ومستوى إن. إذن إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ما هي الواقعة؟ الواقع فعلا هنالك حدثين هامين سوف يحدثان في يومين مختلفين تماما، بينهما فترة من الزمن لا يعلمها إلا الله. هنالك اليوم الآخر على الأرض أو يسمى الساعة، تنتهي الحياة على سطح الأرض، هنالك فترة لا يعلمها إلا الله، يبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ثم يأتي يوم الحساب. لكن لماذا الله سمى اليومين على شكل واقعة واحدة؟ لأن المسافة بينهما أو الفترة الزمنية بينهما تكاد تكون صغيرة جدا جدا جدا، وكأن الأحداث مستمرة. يعني الكثير من آيات كتاب الله، وسوف نعطي بعد قليل مثال، يكون يتحدث عن أحداث يوم القيامة اليوم الأخير على الأرض، ينتقل مباشرة إلى أحداث يوم الحساب، فالقارئ يعتقد أن كل هذه الأحداث سوف تحدث في يوم واحد، لكن هما حدثين مختلفين. فالواقعة هنا صورة الواقعة أيضا تؤكد هذا الكلام. فبداية صورة الواقعة يتحدث عن أحداث سوف تكون في اليوم الآخر على الأرض، ينتقل مباشرة إلى أحداث من يوم الحساب. طبعا الفترة بينهما عبارة عن ساعة، يعني رقودنا في القبر البشرية كاملة عبارة عن ساعة واحدة. إذن الأحداث الله يذكرها مستمرة في كل المجالات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لم يذكر أي حدث بين لحظة الموت وبين لحظة القيامة إلى الحساب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم البعيد. مع ذلك يضعون أحداث هائلة ضمن الحدثين، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يضع أي حدث. يقولون هنا عذاب وسؤال ملكين وعذاب قبر وبلاوي ومشاكل ونافذة على النار أو نافذة على الجنة و مع أن الله سبحانه وتعالى واضح من لحظة موت الإنسان حتى بعثه للحساب كأنها عبارة عن ثواني حسب هذه الآيات. إذن الواقعة هي مجموع أحداث يومين منفصلين، هما يوم نهاية الحياة على الأرض ويوم الحساب. طبعا الزمن بينهما عبارة عن ساعة من نهار، فلذلك الأحداث الله يذكرها وكأنها مسلسلة تأتي في يوم واحد. إذن يوم نهاية الحياة على الأرض وهو يوم دمار الأرض، هذا سوف يأتي بشكل فجائي ومباغت وبأجزاء من الثانية.
قال تعالى بسورة يوسف 107، سوف نعطي بعض الأمثلة. تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، قد تحصل بعد ثواني. إذن وهم لا يشعرون، واضح أنه خلص بشكل الناس بالأسواق، الناس مسافرة، الناس في بيوت، الناس في عمله، كل إنسان مكانه ما عنده وقت أن يعود إلى البيت. تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كل إنسان مكانه بأجزاء من الثانية وتنتهي الحياة. إذن وما أمر الساعة، طبعا قلنا نهاية الحياة على الأرض، إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أجزاء من الثانية أو بسرعة الضوء أو أسرع من سرعة الضوء حسب سورة النحل الآية 77. ينتقل فورا إلى أحداث يوم الحساب. إذن ما هو يوم الحساب؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين حسب سورة المطففين. إذن هذا يقوم الناس لرب العالمين، هذا يوم يختلف عن يوم دمار الحياة على الأرض. وبما أن الزمن بين اليومين صغير جدا 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 جدا، صغير كأنه ساعة، ويوم يحشرهم يوم الحساب كأنهم لم يلبثوا في القبر إلا ساعة من نهار. طبعا الكثير يكذبون هذه الآية ويتحدثون عن سنين وأيام بعذاب قبر وأسئلة، والليلة الأولى من القبر والليلة الثانية من القبر والشهر الأول من القبر والذكرى الأربعينية والذكرى السنوية. يكذبون هذه الآية صراحة بصورة يونس الآية 45. الإنسان من لحظة وفاته حتى قيامه للحساب هو عبارة عن ساعة من نهار، سوف يلبث في قبره ساعة واحدة فقط من نهار، ليس فيها أي شعور وليس فيها أي إحساس. إذا قلنا لذلك يتحدث عن أحداث اليومين كأنهما أحداث يوم واحد. ونعطي مثال آخر، نعطي مثال كيف الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أحداث يومين منفصلين ويذكرها بشكل مسلسل، وكأن الناس يفهمون أن كل الأحداث حصلت في يوم واحد. هي صورة التكوير. إذا الشمس كورت، طبعا هذا في الحياة الدنيا الشمس موجودة، وإذا النجوم انكدرت في الآخرة في يوم الحساب ما في نجوم، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، الآلات والآلات الميكانيكية والاتصالات عطلت. طبعا في يوم الحساب ما في آلات ولا في موبايل ولا في تلفزة ولا في اتصالات. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش حشرت في يوم دمار الأرض، لكن في يوم الحساب ليس بين أرجل الناس نمل وحشرات وصراصر وطيور وديناصورات وفيلة وأسود وضباع. إذن وإذا الوحوش حشرت لازال يتكلم عن آخر يوم في الأرض. وإذا البحار سجرت، طبعا في يوم الحساب لا يوجد بحار ولا يوجد محيطات. إذن هنا لحد وإذا البحار سجرت، هذه أحداث اليوم الآخر على الأرض، ينتقل مباشرة إلى يوم الحساب. قلنا بينهما فترة زمنية لا يعلمها إلا الله، لكن بالنسبة للبشر هي ساعة واحدة من نهار. بهذه الفترة يبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، يقوم الناس إلى رب العالمين. وإذا النفوس زوجت، بدأ ينتقل عن يوم الحساب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا يوم الحساب وليس اليوم الآخر على الأرض. وإذا الصحف نشرت، واضح أنه يوم الحساب. وإذا السماء كشطت، حاليا السماء موجودة. وإذا الجحيم سعرت، طبعا الكثير يكذبون على الله وعليكم أنه 70,000 سنة حتى سودت، و70,000 سنة حتى بيضت، و70,000 سنة حتى جهنم حتى الآن غير مشتعلة، موجودة لكنها غير مسعرة ولا يوجد فيها أحد. قال تعالى وإذا الجحيم سعرت، إذن حاليا هي غير مسعرة وسوف تسعر في يوم الحساب. وإذا الجنة أزلفت، بدأت جاهزة لاستقبال الضيوف، وعلمت نفس ما أحضرت، طبعا كل هذا عن يوم الحساب. واضح صورة التكوير. حتى إذا البحار سجرت يتحدث عن اليوم الآخر على الأرض، بدأ ينتقل إلى أحداث في يوم الحساب، والآيات مستمرة خلف بعضها. صورة التكوير من 1 إلى 14، كل الناس يظنون أن كل هذه الأحداث سوف تحصل في يوم واحد. لذلك أعطينا هذه المقدمة الهامة لصورة الواقعة لأنها تتحدث عن يومين منفصلين، وهذا هو الهام. إذن إذا وقعت الواقعة، أي اليوم الآخر على الأرض ثم أحداث يوم الحساب. خافضة رافعة، كلهم قالوا لكم خافضة رافعة، أي تخفض بعض الناس وترفع بعض الناس.
يا أخي لا يزال يتحدث عن اليوم الآخر في الأرض. الله لم حتى الآن لم نأتي إلى يوم الحساب. إذن الخطأ الغير صحيح خطأ واضح حينما يقول لكم خافضة رافعة، أي تخفض ناس وترفع ناس. لا أبدا، لازال يتحدث عن أحداث يوم دمار الأرض ولم نصل بعد إلى يوم الحساب. ماذا يعني خافضة رافعة؟ عن الأحداث، عن الأرض والجبال وكل هذه الأمور، وليس رفعت أناس وخفضت أناس. والدليل على ذلك: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة في صورة الواقعة. إذن خافضة رافعة للجبال، للبحار، للمرتفعات، خافضة رافعة الأرض والجبال. عملية الاهتزاز هي عملية خفض وعملية رفع. إذن خافضة رافعة للأرض والجبال وليس إلى الناس. إذن خافضة رافعة للأرض والجبال وهي الأحداث اللي عم بتابع. إذا رجت الأرض رجة، واضح خافضة رافعة، وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. طبعا هي نلاحظ رجت رجة، بست بسة، هذا يسمى مفعول مطلق لتأكيد حدوث الفعل. إذن هذا يعني خافضة رافعة، يعني خافضة، رجت الأرض رجة، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذن يتحدث خافضة رافعة للأرض والجبال وليس رفعت أقواما وخفضت أقواما. أحداث الواقع ليس لها بالحساب وليس لها علاقة في تقرير مصير الناس. الذي يقرر هو الله سبحانه وتعالى بعد وضع الموازين القسط ليوم الحساب. إذن رجت الأرض رجة، واضح خافضة رافعة. إذن في حال الزلزال نجد أنه خافضة رافعة، المباني، الجبال، كذا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم بصورة الحج، إذا زلزلت الأرض زلزالها بالزلزلة. أما أحداث الجبال فقال بست الجبال بسة. البس طبعا السادة ربات البيوت يعرفوا، يعني أكلة تسمى المبسوس، يعني الطحين اللي مع السمنة ومع كذا، فهذا يسمى المبسوس. إذن بست الجبال بسة، يعني تناثرت مثل الطحين الناعم. هذا الصخر القاسي جدا حاليا سوف يصبح طحينا ناعما. لذلك جاءت بصيغة بست الجبال بسة. أتابع فكانت هباء منبثة. حينما أي إنسان يكنس الأرض، لو كان في شعاع شمس يدخل على الحجرة نجد هيك هباء، يعني عم يطاير بالجو. هذا خفيف جدا بحيث لا يسقط على الأرض، هباء يعني هشيما تزروه الرياح. إذن الجبال سوف تكون متطايرة بالهواء حتى أنها لا تسقط على الأرض. حبات الرمل فورا تسقط على الأرض لأن فيها شيء من الوزن. الهباء هو أخف بكثير من حبات الرمل، فالهباء خفيف جدا يتطاير في الهواء. لذلك جاءت بصيغة المفعول المطلق بست الجبال بسة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا بصورة طه. واضح. إذن خافضة رافعة يعني يتحدث عن أحداث الجبال وأحداث الأرض، وليس أنها رفعت أقواما وخفضت أقواما التفسير الذي قالوه لكم غير صحيح. لازلنا نتحدث عن أحداث سوف تشمل الكرة الأرضية وتشمل الجبال على الأرض. إذن كل هذه أحداث اليوم الآخر على الأرض. ينتقل فورا لأحداث يوم الحساب. إذن واضح كل ما قلناه هنا هو أحداث اليوم الآخر. تنتقل صورة الواقعة مثل ما انتقلت صورة التكوير من يوم الآخر على الأرض، انتقلت إلى يوم الحساب. إذن بعد وإذا البحار سجرت وإذا الصحف نشرت وإذا النفوس زوجت، انتقل فورا. هنا أيضا بذات الأسلوب ينتقل إلى يوم الحساب. ماذا يحصل في يوم الحساب؟ أحداث يوم الحساب: وكنتم أزواجا ثلاثة. سورة الواقعة رقم 7. نكرر لكم هذه الآية، ولا أحد من السادة العلماء من السادة المفسرين حتى هذه اللحظة أوضح لكم ما هي الأزواج الثلاثة. يعني الآية رقم 7 من سورة الواقعة لحد الآن ولا حد فسرها لكم مثل ما هو مطلوب في الآية الكريمة. فورا قولكم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال يا أخي المطلوب ما هي الأزواج الثلاثة؟ زوج، زوجين، ثلاث أزواج. والجواب بصورة الواقعة بالذات، لكن يعني عملوا عملية إدغام وإخفاء فأدخلوا الآيات في بعضها ومروا على الآيات رقم 27 والآية رقم 41 مرور الكرام. الزوج الأول ووارد بصورة الواقعة،
صورة الواقع رقم 8 وصورة الواقع رقم 27 توضحان ما هو الزوج الأول. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ أما الآية رقم 27 فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. إذن الزوج الأول أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين. إذن ويوجد فرق هائل سوف نوضحه لكم إن شاء الله في الدرس القادم، ما هو الفرق بين أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة. هنالك يمين وهنالك ميمنة، والآيتين في سورة الواقعة. لذلك بصورة الواقع حتى الرقم 90 وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، لم يقل وأما إن كان من أصحاب الميمنة. القرآن دقيق جدا 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 في اختيار الكلمة، وليس التفسير عشوائي مثل ما فسروا لكم صورة الواقع. لا، ميزوا بدقة متناهية بين أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة، حتى المواصفات والعطاءات والثواب يختلف بصورة الواقع بين أصحاب اليمين ماذا سوف يحصلون وأصحاب الميمنة على ماذا سوف يحصلون. إذن الزوج الأول أصحاب اليمين أصحاب الميمنة، صورة الواقع رقم 8 وصورة الواقع رقم 27. الزوج الثاني وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، حسب سورة الواقعة رقم 9. طبعا وردت كلمة المشأمة في سورة البلد الآية 19، أصحاب المشأمة لم يقل أصحاب الشمال. الزوج الثاني أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال، ففي سورة الواقعة رقم 41 وسورة الواقعة رقم 9 يوضحان هذا الزوج وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة بالواقعة 9 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال بالواقعة رقم 41. إذن الزوج الأول أصحاب ميمنة أصحاب يمين، الزوج الثاني أصحاب مشأمة أصحاب شمال، الزوج الثالث والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذن الزوج الثالث هم المقربين حسب سورة الواقعة 10-11، وفي سورة الصافات أكمل هذا الزوج بسورة الصافات رقم 40 عباد الله المخلصين. إذن الزوج الثالث هم المقربون والمخلصون. إذن المقربون والمخلصون يشكلون الزوج الثالث. لماذا؟ لأن الصنفين في جنات النعيم. فبصورة الصافات رقم 40 إلا عباد الله المخلصين إلى أن يصل إلى الآية 43 فيقول في جنات النعيم. هنا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فطالما ذكر صنفين في جنات النعيم، إذن الزوج الأول أصحاب الميمنة أصحاب اليمين، الزوج الثاني أصحاب المشأمة أصحاب الشمال، هذا زوج. وكنتم أزواجا ثلاثة، 1 2 3. الزوج الثالث هم المقربون والمخلصين. طبعا بذات صورة الواقعة أيضا واضحة الفكرة، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. إذن المقربون فروح وريحان واضح وجنة نعيم، جاءت متطابقة تماما لما ورد بصورة الواقعة رقم 12. فعلا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من تأليف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن فعلا لوجدنا فيه اختلافا كثيرا لأنه من تأليف بشر. لكن هذه دقة القرآن أيها الشاتمين أيها اللاعنين أيها القائلين أن القرآن هو ليس كتاب سماوي لكنه من تأليف بشر. إذن في جنات النعيم. نأتي إلى موضوع هام جدا وأعطوكم أيضا التفسير المغلوط، هو ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. طبعا يتحدث عن الصنف الثالث، الزوج الثالث أي المقربون والمخلصين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نعرف نفسنا من الأولين أو من الآخرين؟ طيب من هم الأولين ومن هم الآخرين؟ إبراهيم واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. أيها الإخوة أيها الأحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحد الفاصل بين الأولين وبين الآخرين. إذن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا نسمى آخرين، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة كلهم أولين. إذن ثلة من الأولين من آدم عليه السلام حتى الرسالة الإسلامية، وقليل من الآخرين من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اليوم الآخر على الأرض. لكن قالوا لكم أن الثلة أكثر من القليل، الكلمة مغلوطة 180 درجة.
القليل عددهم أكثر من السلة، السلة هي أقل القليل. لذلك يعني بأسلوب محترم راق جدا، حينما شخصية كبيرة مثلا رئيس دولة يزور رئيس دولة أخرى، ماذا يقولون في الإعلام؟ قدمت إلى سيادته أو إلى سموه سلة من حرس الشرف، لم يقولوا قليل من حرس الشرف. فإكراما إلى الضيف أن كل هذا الحرس الشرف هو سلة أقل القليل مما تستحق من الشرف ومن التكريم. إذن نقولون قدمت له سلة. إذن من يوم آدم حتى الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم أقل جدا جدا من الذين سيدخلون في جنة النعيم من مرحلة الرسالة الإسلامية حتى يوم القيامة. فنحن الآخرين عددنا أكثر من سلة الأولين. لذلك أما أصحاب اليمين فهم سلة من الأولين وسلة من الآخرين. إذن هم قليلين قبل الرسالة الإسلامية وقليلين بعد الرسالة الإسلامية. طبعا التفاسير المغلوطة أنه في البداية سلة من الأولين وقليل من الآخرين، قالوا يا رسول الله لماذا نحن القليل، فنزل قوله تعالى سلة من الأولين. هذا كلام مغلوط تماما. وهكذا أعزائنا أوضحنا لكم أن أحداث يوم الحساب ما هي الأزواج الثلاثة حسب سورة الواقعة رقم 7، وأوضحنا لكم يجب ربط بين الآية رقم 8 والآية 27، الفرق بين الميمنة واليمين والمشأمة والشمال، بين الواقعة رقم 9 والواقعة رقم 41، وبين الواقعة رقم 10 السابقون السابقون المقربون، وسورة الصافات الآية بين 40 و43. فكنتم أزواجا ثلاثة، الزوج الأول أصحاب ميمنة وأصحاب يمين، الزوج الثاني أصحاب مشأمة وأصحاب شمال، الزوج الثالث مقربون ومخلصين، وأصحاب جنة النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين. أما أصحاب اليمين فهم سلة من الأولين وسلة من الآخرين. والله سبحانه وتعالى لم يغير قوله ولم يغير رأيه، أنه قالوا يا رسول الله سلة ونحن قليل، فقال الحاضرين نحن سلة من الأولين وسلة من الآخرين يعني متساوين. لا لا، الموضوع يجب أن يكون بهذه الدقة إن شاء الله. يعني سوف نستمر في هذه الدقة وهذا الإيضاح في الحلقة القادمة، وسوف نعطيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله التفسير اللغوي وعملية الإعراب، وسنوضح لكم ما هو الفرق بين أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين، وما هي الميزات أو ما هو الفرق بين أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال، وما هي الميزات للمقربين وللمخلصين. كل الشكر لكم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.